شاهد سيمنتي يلغون اسم عصام نور، ونور سورس تعلن عن ارتباطها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهالفيديو مع نور سورس اللي حكت في آخر فيديوهاتها إنه قريبا راح تسمعوا خبر ارتباطها، وكمان نزلت ستوري تؤكد هذا الخبر، والواضح إنه نور راح تعلن ارتباطها مع صديقها كريم الشريف. بالعكس حياتي العاطفية مو جافة أبدا، حياتي العاطفية مش جافة أبدا، ممكن تسمع أخبار حلوة قريبا جدا على فكرة. في شيء أنا ما بعرفه؟ شو؟ أيضا تناقلت عدة صفحات أن شاهد سيمند قاموا بإلغاء اسم عصام نور في تعليقات قناتهم، وجزء من المتابعين توقعوا أن هناك خلاف، وجزء آخر توقعوا أن شاهد سيمند ما بدهم يكبروا المشكلة ويتجنبوا الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بعصام نور، وهالشي اللي خلى الجمهور يتوقع أن شاهد سيمند ما بدهم دراما. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟